السادة الأفاضل، رؤساء المصالح الأمنية والداخلية والخارجية، السادة أعضاء جمعية مولاي علي الشريف للتنمية والتواصل والمحافظة على التراث، السادة الأساتذة الكرام، الحضور الكريم كل بوصفه ونعته الطيب المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلغكم تحيات السيد الفاضل رئيس المجلس العلمي المحلي في تنغر، الذي كان بوده أن يحضر إلى هذا الجمع المبارك إلا أن التزامات حالت دون ذلك، وجئت ممثلا عنه وللشرف. وإن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة المتواضعة سأتحدث عن فضائل النسب الشريف وحب المغاربة للنسب الشريف، فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أيها الحضور الكريم، إن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكانة رفيعة وفضائل كثيرة ثبتت بالكتاب والسنة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والحديث رواه الإمام مسلم. يعتبر نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب آله أشرف النسب وأعلاه في العرب والعجم، ومما جاء في فضل النسب وطهارة الحسب الشريف ما روى مسلم في صحيحه عن ابي عمار شداد انه سمع واثلة بن الاسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم في الصحيح. باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسب وصهري، أخرجه الإمام أحمد في الفضائل. لذا يعتبر آل بيته صلى الله عليه وسلم من صفوة البشر، وأن محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم وإكرامهم ظاهرا وباطنا أمر واجب في الدين من أمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول قتادة: وإن الله تبارك وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس على هذا القرآن أجرا إلا أن يصل ما بينه وبينهم من القرابة. وقال ابن عاشور رحمه الله: معنى الآية لا أسألكم على القرآن جزاء إلا أن تودوني، أي تعاملوني معاملة الود لأجل القرابة التي بيننا في النسب. وقد وردت في ذلك العديد من الأحاديث التي تبين فضل آل البيت، مما يدل على شرف نسبهم وماكنتهم وحب النبي لهم ورحمته بهم وشفقته عليه الصلاة والسلام عليهم. منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت: أذكركم الله في أهل بيتي. ثم الحديث المسمى بحديث الكساء، فقد روي عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسن وحسينا فجل لهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجل له بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت على مكانك مكانك وأنت على خير. أما حقوقهم فلا شك أن لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا لا يشاركهم فيها أحد من الأمة، وخصائص امتازوا بها على غيرهم، وذلك لمنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت تلك الحقوق والخصائص محط اهتمام علماء السنة والجماعة، وألفوا في ذلك المؤلفات. فمن تلك الحقوق محبتهم وتقديرهم وموالاتهم تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. يقول القرطبي: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. وكان أول من امتثل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم الصحابيان الجليلان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، والمعنى احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيء إليهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر أنه قال: والذي نفسي بيده لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان عمر رضي الله عنه يقدمهم في العطاء على جميع الناس، ويفضلهم في العطاء على الجميع، حتى أنه لما وضع الديوان للعطاء كتب أسماء الناس، قالوا: نبدأ بك. قال: لا، ابدأوا بأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع عمر حيث وضعه الله. وقد تميز المغاربة والحمد لله منذ بزوغ نور فجر الإسلام على هذا البلد المبارك بمحبتهم العميقة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين. زاد من روحانيتها وشوقها قدوم السادة الأشراف من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمغرب. ومن رحم هذه الوفادة الطيبة الشريفة ولدت الشخصية المغربية الأصيلة المحبة والتقدير لآل البيت، يتجلى ذلك حتى في واقعهم الاجتماعي، كما لا يخفى عليكم إذ ما زال معظم أهل المغرب يسمون ابنهم البكر الأول محمدا تيمنا بالاسم الشريف، مع الحرص على تسييبه تأدبا مع الجاه العظيم. وإذا رزقوا بتوأمين كان من عادتهم أن يشرفانهما بحمل اسمين الصبطين الأنورين الحسن والحسين عليهما السلام، كما كان الاسم الشريف للسيدة فاطمة الزهراء وشخصيتها الطاهرة حاضرة في الوجدان العام للآباء والأمهات، ففي الغالب كانوا يسمون كريمتهم الأولى باسم لالة فاطمة الزهراء، ولا ينادون السادة الأشراف إلا بأجل الأسماء وأشرف الألقاب، فينادون سيدي ومولاي وإلى آخره. وهذا الحب كما تعلمون له امتدادات حتى في العمق الإفريقي الذي يربطهم هذا الرابط الروحي مع المغرب، ليس كقطر جغرافي فقط، بل للسلطان الشريف المبايع فيها والأقرب إليه من شرفاء المشرق. وقد انتقل جلالة الملك سبط النبي الأمين مولانا محمد السادس أعزه الله ونصره لتجلية هذه الروابط بعد التوجه الديني إلى التوجه الإنمائي، وذلك بفتح الأوراش الكبرى التي تعود بالنفع العام على البشرية، حتى صار حفظه الله ورعاه نموذجا يقتدى به إقليميا وإفريقيا. وعاش المغرب ولله الحمد تحت سلطان إمارة المؤمنين سليل البيت النبوي الشريف مولانا الإمام أمير المؤمنين أعزه الله ونصره في أمن ورخاء وعز وكرامة، مخلصين لفروض البيعة الشرعية
متمسكين بأهداف العرش العلوي المجيد جيل بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مصداقا لقول ربنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها الحضور الكريم، إن السمع والطاعة لولي الأمر من مقتضيات هذه البيعة المستمدة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والخلفاء الراشدين، وهي أيضا عبادة يؤجر عليها المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن مقتضيات هذه البيعة أيضا لزوم الجماعة والالتفاف حول أمير المؤمنين لتحقيق المنافع الدنيوية والأخروية، فيد الله مع الجماعة. ومن مقتضيات البيعة أيضا النصيحة وأداء الأمانة والنصرة وكذلك الدعاء، فكما قال القاضي عياض: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر مولانا أمير المؤمنين وحمي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم بارك عمره وحقق مسعاه واحفظه يا رب في حله وترحاله بما حفظت به سبع المثل والقرآن العظيم، وأقر اللهم عين جلالته بولي عهده الجليل مولاي الحسن واحفظه في جميع أفراد أسرة الملكية العلوية الشريفة، وأمطر اللهم هواطل الرحمات على الملكين العظيمين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، وأكرم اللهم مثواهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا، شكرا سيدي.